ايه هديكم الساعه كام دلوقتي؟ الساعه زمانها 2 دلوقتي 2:10 ولسه ما نمتوش. ماما تصحى الساعه كام؟ 2:10 مستنيين الهجوم الشامل. مفيش يا عم هجوم ولا حاجه ان شاء الله، وتعدي وتبقى زي العسل ان شاء الله. زي الورد ان شاء الله. السلام عليكم. نايم ولا صح؟ لا صح. ربنا يعينكم ان شاء الله ويوفقكم. انت عم ايه يا عم؟ مقد الاعتصام يا عم؟ ايه تليفونات بالليل ولا ايه الموضوع؟ ها بتطمنوا عليا؟ مقد الاعتصام ايه يا عم؟ كله كلام في تليفون ولا ايه؟ بتطمنوا عليا بقى؟ اقول لهم ايه؟ قلت لهم ايه بقى يا مصطفى؟ ماشي سيبك بقى تعيش حياتك. ماشي 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 اتفضل. يا شباب يا تنموا على الجرانين. هنعمل ايه؟ مش عاملين حسابكم ولا ايه؟ ان شاء الله ولا لا؟ امال فين الخبره يا عم؟ جايين من الشغل. جايين من الشغل على طول. الشغل علينا ان شاء الله. طب ربنا يعينكم. ربنا يعيننا بس اهم حاجه ربنا يكرمنا يعني ان شاء الله. عشان ان دول بيقول ان ده اول مكان هيتدرب معاهم. لا يا عم مفيش ضرب. عشان ننام فيه. لا 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 مفيش ضرب. مكان من المجمع ومجلس الشعب بقى. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. وعكم بتسيح امي مش عارف. لا يا عم انت خايف من امك؟ مش خايف من امي بس مش خايف من مجلس العسكر. لا 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 امك هتدعي لك ان شاء الله وربنا التوفيق ان شاء الله. مع السلامه. انت الف سلامه. مع السلامه. معلش انا اسف خدتك بقى كده وانت نايم. بس هي شكلك جميل وانت نايم. ها الله يخليك يا سيدي. الف سلامه. يا شباب ايه على كل بتعشوا؟ مش شايف حد نايم النهارده. مش شايف نوم. ايه يا عم زعلان ليه كده؟ اضحك يا عم. طيب اضحك. السلام عليكم. ربنا يوفقكم. امال هو مفيش كنتاكي؟ ها جيت على غفله انا. ها مره طعميه ومره جبنه ولا اهم حاجه؟ لا لا اهم حاجه. السلام عليكم. الله يخليك يا عم.